ويا ويحكم ما أقبح خيانتكم يا رهط عضل والقارة. وحينما وصلوا إلى ماء الرجيع يا رسول الله صلى الله عليك وسلم غدر بهم أعداء الله، فقتلوا عاصم بن ثابت وخالد بن بكير ومرتد بن أبي مرتد، وأسير خبيب وعبد الله وزيد بن ذي ثنة. ولما كانوا بالظهران فر عبد الله بن طارق فقتلهم يا رسول الله، قتلهم حتى استشهد، ثم أخذوا خبيبة وزيد معهم. وأرسل الله تعالى مطرا غزيرا بعد أن حمت الدبر جسد عاصم بن ثابت ومنعت المشركين من اجتثاث رأسه، وما أن ارتفع الماء إلا وحمل السيل جسده ومضى به بعيدا عن عيون المشركين وأذاهم. رحم الله عاصم بن ثابت شهيدا في الخالدين. يا رسول الله، لقد حفظ الله سبحانه عبده المؤمن عاصم بن ثابت، فقد حمته الدبر نهارا ثم احتمله السيل ليلا فلم يلمسه أحد منهم. رحمكم الله يا شهداء الرجيع. يقول لك رسول الله: بارك الله فيك يا سلمان، ونرجو من الله سبحانه أن يكون قدومك خيرا على الإسلام والمسلمين. رحمكم الله يا شهداء الرجيع. إن لله وإنا إليه راجعون. أويح قلبي، أويح قلبي على هؤلاء الرجال المفتونين الذين هلكوا على ماء الرجيع. لهم قعدوا في أهلهم ولهم أدوا رسالة صاحبهم. إلى متى أيها الرجال؟ إلى متى نقتل هكذا؟ بعضنا يموت في معركة خاسرة، والبعض الآخر يموت في سفارة ما أدت غرضا ولا مقصدا. يا سلافة، لقد جعوك بما كنت تنتظرين، جعوك بعاصم بن ثابت. لا والله يا أخي ناس، ما جاءها ما تنتظره. لقد استشهد عاصم رحمه الله وهو يقاتل هؤلاء القتلة المجرمين المشركين من عضل والقارة، ثم احتمل السيل جسده ليلا ولم يجدوا إليه سبيلا. فلا تفرحوا يا مشركي قريش، فإن الله أبلغكم بموت عاصم واستشهاده عبرة وعظة. لو أن في قلوبكم ذرة من إيمان لآمنتم، ولكن هيهات. دعنا منك يا ابن عمير، لقد كنت أشد الناس على محمد وأصحابه، وقد نلنا منهم ثأرا، وقتلنا حمزة بن عبد المطلب. بل أسد الله وسيد الشهداء، وموئله جنة عرضها السماوات والأرض، وموئلكم نار جهنم. جزاك الله خيرا يا عمير، إنك ترد عليهم وتهدئ في قلوبنا بعض ما أصابنا. والله لأوذينكم كما كنت أؤذي المسلمين. قبحت يا عمير. إن الله لا ينصرن رسوله. والله إني لأرى المسلمين يملؤون مكة خيلا ورجالا، وحينها لا تساعة من. ويحك ما تقول. والله وليعم الإسلام الدنيا كلها بإذن الله. صدقت يا عمير، إن الله لسوف يظهر دينه ولو كره المشركون. أمنية واهمة ورب الكعبة. يا أخي ناس، لو فكرتم بعقولكم لقلتم غير هذا. يا أهل مكة، بل يا مشركي قريش، أف يا هذا، إنه لجبن أن تفعلوا هذا بأسيرين مقيدين لا يملكا من أمرهما شيئا. أنت رحمك الله. أخوكم في الله عمير بن وهب الجمحي. أما تنتهي يا عمير؟ والله ما عدنا نطيق رؤيتك، ولسوف يصيبك منا ما لا تحب. والله يا ابن أمية المقتول في بدر، إن ورائي عصبة
عاهدوني الله ورسوله إن قتلتموني أو آذيتموني ليقتلون بي منكم رجالا من سادتكم تبكونهم دما. الصبر يا أخي الصبر. والله يا عمير ما بي من خوف وإني صابر محتسب. من أنت؟ أنا؟ أجل عنك. أنا زيد. أنت ابن الدفنة. أنا أشتريه بما تريدون يا رهط عضل والقارة، وأقتله بأبي أمية بن خلف. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. خذه يا نصطاص واقتله في التنعيم. أما أنت يا خبيب بن عدي فقد ابتاعك حجير بن إيهاب التميمي حليف بني نوفل لعتبة بن الحارث بن نوفل ليقتلك بأبيه. إنا لله وإنا إليه لراجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. خذوه وغيبوه مقيدا إلى بيت ماوية مولاة حجير بن إيهاب، وهيا بنا لنشهد مقتل زيد بن الدفن. هيا. خذ السيف يا نصطاص. مهلا مهلا. أنشدك الله يا زيد، أتحب أن يكون محمد هنا بيننا نقطع عنقه وأنك في بيتك؟ لا والله لا أرضى بذلك وأفديه بروحي. والله ما رأيت أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا. اقتلوه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. إن الإسلام يعلو يا عم، إني لا أرى لقومك أملا مع محمد. إنك لداهية يا عمرو، ما جاء به محمد سيكون له ما بعده يا خالد. كأنك تريد أن تقول شيئا؟ فلا، لقد أسلم أخوك الوليد. الوليد؟ العنب. هذا أمر عجب، ما أعلم عنبا يؤكل في هذه الآونة، وما في مكة حبة عنب. يا سبحان الله. افتح يا ماوية. اسمع يا خبيب، جئنا نخبرك فاختر لنفسك. إننا نترك لك فرصة أن تنجو من الموت، فإن قبلت حفظت نفسك وعشت بيننا إلى أن نستأصل محمدا وأصحابه.